أخبار اليوم. بنتكلم على دوائر، والحقيقه المساله تبدو ضبابيه.
بالنسبة لي أنا، فما بالنا بالنسبة للناس العادية. النقطة الثالثة، أنا ملاحظ إن في مساعي للائتلافات وتكتلات، لكن في الآخر مع الأحزاب المتفقة فكريا على الأقل مع بعضها، لكن عندما تترجم هذه التكتلات والائتلافات على الأرض الواقع تعالوا نعمل قائمة موحدة، بلاقي المسألة بتتفكك وبتنهار. طب على الأقل إذا ما قدرناش نعمل مثلا ثلاث قوائم رئيسية بالنسبة للقوائم واتفاق على المقاعد الفردية، أيضا المقاعد الفردية احنا بنتكلم على قوائم وهي نسبتها قد كده، في حين إن المقاعد الفردية ممكن يندس فيها من يندس وتتغير تركيبة المجلس خاصة، واحنا مش عايزين الحقيقة الصدام بحكم سلطات البرلمان اللي موجودة. في ناس بتتكلم على تعديلات دستورية، أنا ما أظنش إن حد ممكن يفكر ولا رئيس الجمهورية يفكر في تعديلات دستورية. أنا أظن إن التناغم أو الاتفاق مش معاد دلوقتي التعديلات الدستورية، وما نقدرش نحكم عليها قبل التجربة الحقيقة. طيب إذا ما كناش نقدر نعمل ده، هل ده ممكن نقدر نعمله في البرلمان؟ يعني حتى لو كل حزب دخل منفردا لا قدر الله، يعني هل ممكن نعمل هذا الاتفاق داخل البرلمان بحيث إنه يبقى فيه أحزاب أكثرية قوية، ما تبقاش الحكومة هي اللي بتدير مجلس الشعب، لأنها تقدر تعمل اتفاق مع الحزب ده ومع الحزب ده ومع الحزب ده ومع الحزب ده، وفي الآخر مش هيبقى فيه، هيبقى كأنها أحزاب تابعة مش أحزاب بتمارس حقها في المراقبة والمحاسبة طبقا لصلاحياتها البرلمانية. أنا أطلت على حضراتكم وعايز برضو أسمع توقعات حضراتكم لشكل البرلمان، ممارسته لصلاحياته، علاقته بالسلطة التنفيذية، علاقته برئيس الجمهورية بوصفه رأس السلطة التنفيذية، في مشروعات موجودة هل هيتم إعادة النظر فيها؟ في قرار، في احنا بصدد تشريعات هتصدر من هنا المارس، بالتأكيد في تشريعات هتصدر من رئيس الجمهورية بصفة السلطة التشريعية. إلى أي مدى ممكن تكون محل إعادة نظر، وإيه الحاجات اللي يجب إنها يتم النظر ليها في مجلس الشعب أو يجب إرجائها لحد مجلس الشعب؟